اهلا بحضراتكم، عاملين ايه؟ كله تمام يا رب، تكون كل حاجه تمام وعال العال وميت فل و14. دايما هتلاقوني بتكلم مع حضراتكم بدل المره هتكلم مليون مره على بين قوسين بقى افتح القوس ما نطلق عليه القوى الناعمه المصريه، اي الانتاج الفكري المصري. بيتمثل في اكتر من شيء، بيتمثل في السينما، بيتمثل في الدراما، بيتمثل في الموسيقى بصناعتها بالكامل، يعني موسيقى وغناء وما إلى ذلك، بيتمثل في المسرح، بيتمثل في الرواية، في القصة القصيرة، في الشعر، ألوان الأدب المختلفة، في الصحافة التلفزيونية، الصحافة المقروءة والمطبوعة، الصحافة المذاعة أي راديو إلى آخره. ودي من أهم وأقوى وأكثر أنواع القوى تأثيرا على وجه البسيطة، خد بالك، لأنه ده أولا اللي بيرسخ في الذهن، ده اللي بيكون الوجدان، وده اللي بيعمل بتعبير ناس بتاعة التسويق يقولك البوزيشنينج أي التموضع، لو حبينا نترجمها باللغة العربية يعني إيه؟ يعني أنت فين؟ عاوز تدي صورة عظيمة، يبقى هتبدأ تكرس وتبني وجدان انه هذا البلد فيه كذا وكذا 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 وكذا. هضرب لك مثل بسيط كده على شكل من اشكال التسويق والبوزيشننج، التموضع. دبي، ناس كتير تقعد تقول لك ايه وايه السر وراء اهتمام دبي بانه يعملوا مثلا اطول مبنى في العالم، مش عارف اقوى كذا، اغنى كذا، اغلى، مش حاجات زي ليه. دبي فكرت بالمظبوط، هي عايزه تعمل لنفسها بوزيشننج، او كانت عايزه ده لان بدات ده من بدري، عايزه تعمل نفسها بوزيشننج كوجهه للطرف والثراء وصناعه الثروه. يعني ان اردت ان تصنع ثروه وتعيش بجوده فائقه عليك ان تذهب الى دبي. ده مثلا، طيب حط ده في بالك وانت مثلا بتتكلم عن العاصمه الاداريه الجديده. فالقصة مش في ان احنا بنعمل اكبر او اطول واعلى مبنى في افريقيا، اكبر بارك او منتزه اخضر اي النهر الاخضر، هي القصة مش في ان احنا بنعملها كده وخلاص، غير انه ليها اسباب متعلقة بالاستثمار من جهة مثلا، ومن جهة اخرى ان هذا النهر الاخضر هو رئة العاصمة وما الى ذلك، لكن كمان هي مسألة البوزيشنينج. دي مش بس عاصمة مصر، دي عاصمة افريقيا، خد بالك، ده positioning. انك تعمل مدينة بحجم العاصمة يوازي في حجمها ومساحتها دولة زي سنغافورة على سبيل المثال، وبتستخدم ده في عرضك وتسويقك وتموضع العاصمة امام العالم، ده هنا معناه ان احنا هنا بنتكلم على يعني بيت خبرة عظيم يفكر بالشكل ده، أو إنه القرارات اللي بتيجي من جوه الحكومة والمؤسسات والرئاسة وكل حاجة معنية بهذه العاصمة جاية في الجون، عارفين بنعمل إيه؟ لما تيجي تعمل حاجة زي العالمين الجديدة، طب إيه علاقة ده ببقية أشكال القوى الناعمة اللي أنت ذكرتها متمثلة في الفن والأدب وخلافه؟ أقول لك ما تقدمه من أدب وسينما وإعلام، أنا ما بحبش قوي كلمة إعلام يعني، بس خلاص هنعتبر، وإعلام، صحافة، راديو، إلخ إلخ إلخ، ده بيخلق positioning، صورة ذهنية، بيخلق إيه؟ بيخلق بناء وجداني عن مجتمعك وثقافتك وأفكارك، وفي نفس الوقت قدرتك، هنا بقى ده ما احنا بنتكلم هنا بقى على أدب وصحافة، أدب وصحافة وفنون، بتعمل إيه؟ أنت بتعمل عملية مش بقى غسل، انت بتعمل عملية إعادة بناء للتفكير في الدول اللي بينتشر فيها الفن والأدب بتوعك. يعني في حالتنا احنا بنتكلم مثلا على المنطقة العربية، وانا اعتقد ان احنا هنبدأ نتوجه جدا انه يبقى الفن والأدب المصري موجود على الساحة الإفريقية وبقوة، ولازلنا نحتاج انه الأدب والفن المصري يبقوا موجودين على الساحة الدولية بقوة. سهلة وصعبة
وليها حدوتة. وبالمناسبة دي احنا بعد الفاصل هيكون موجود معانا وان كان عبر الهاتف، حاضرا عبر الهاتف غائبا عن الاستوديو، كاتبنا وأديبنا الكبير الأستاذ إبراهيم عيسى. هنتكلم حبتين عن فيلم الضيف وعن الجايزة اللي خدها مؤخرا في مهرجان سومر في العراق كأفضل فيلم سينمائي، علاقة الأدب بالسينما والقوة الناعمة، حدوتة نتناقش فيها مع أستاذ إبراهيم عيسى، فاستنونا. بس خليني النهاردة أبدأ لك الأخبار بتاعتنا بتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان. احنا كنا بنتكلم على إيه من يومين؟ كنا بنتكلم على موضوع الحقن في الصيدليات والنقابة شايفة إيه؟ طيب، فيوجه وزير الصحة بالتنسيق مع النقابة العامة للصيادلة وضع آلية منظمة لحل مشكلات إعطاء الحقن داخل الصيدليات، ومراجعة بقى القوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، بحيث أنه يحصل إيه؟ نضمن الحفاظ على حقوق الصيادلة، وده شيء مهم جدا، وفي نفس الوقت نضمن التيسير على المرضى في أخذ العلاج. القرار ده قرار حلو بصراحة، كلام جميل وكلام معقول، وبأمانة شديدة ما أقدرش أقول حاجة عنه. ليه؟ السهل إن احنا كنا نقول مفيش حقن خالص في الصيدليات، أسهل حاجة، بس ما ينفعش. الوضع القائم، الواقع بيقول إيه؟ ويمكن كتير فخامة الرئيس يتكلم على كده، يقول لك بص على الواقع الأول. يعني ممكن يبقى القرار رائع وجميل نظريا، بس في الواقع مش هينفع. مش هينفع مش عشان القرار غلط، الواقع بيدفعنا في حتة تانية، لازم نتعامل مع الواقع ونحسن واقعنا، ما بنقولش لا. فيبقى القرار هنا انه انا عايز اضمن انه المريض يقدر ياخد العلاج بتاعه ان اراد. يعني الساعة 3 بالليل، يعني يمكن امبارح لما كنت بتكلم مع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان وبقول له على الانتبيوتيك وبتاع، لي دي الحالات النادرة، بس هي في حالات بقى هنا اصبحت مش نادرة، 3 بالليل وعاوز اخد حقنة عشان خفض درجة الحرارة، المستشفى بعيد، ما عنديش حد في البيت يديلي الحقنة دي، لو انا طلبتها من الصيدلية يبقى انا هطلب من الصيدلي انه يشرفنا في البيت، او ان انا اقدر اتحامل وانزل اخد الحقنة دي في الصيدلية. تخيل لو القرار انه المنع الكامل، هنعمل ايه؟ فهنا القرار الحقيقة جه بمنتهى الحكمة، وتراجع في القرارات والقوانين واللوائح، نضمن الحقوق بتاعة الصيادلة ونضمن كمان انه المريض يقدر ياخد علاجه. ده حصل امتى؟ ده حصل خلال الاجتماع الدوري بتاع او بحضور قيادات الوزارة النهاردة، رؤساء الهيئات وبمشاركة مديري مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية. يمكن دي صورة قدام حضراتكم من هذا الاجتماع. الاجتماع بيتعمل بشكل دوري لمتابعة سير العمل، خد بالك الاجتماع بيتعمل بشكل دوري ولا يمر بشكل روتيني، يعني بنتناقش في الاجتماع على كل ما يهم صحة المواطن المصري، مش بنعمل الاجتماع عشان الناس تيجي تقعد في الاجتماع وخلاص، لا، علشان المناقشة والوصول لحلول. النهاردة كان في أكتر من ملف في الوزارة بيتم مناقشتهم، مهم جدا كان الوزارة تقف على التحديات، تعرف شكل المعوقات وطريقة العمل على التذليل. ما هو في مقترحات بقى هيقولها السادة الحضور، ده ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق جودة وكفاءة في الخدمة الطبية المقدمة لسيادتك المواطن. الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان قال إن وزير الصحة بيأكد متابعته عن كثب لكل ما يثار على مشكلات الحقن داخل الصيدليات، ما يتم طرحه ما بين حقوق الصيادلة، التيسير على المرضى بطبيعة الحال وهو وجه ضرورة. كمان وجه الوزير بوضع هذه الخطة عشان يتعمل برنامج تدريبي لازم، وده شديد الأهمية، برنامج تدريبي في منتهى اللزوم في منتهى الضرورة. لإيه؟ لصقل المهارات الطبية، التدريب على الطرق العلمية والصحيحة للحقن العضلي والوريدي. أنا بس عايز أضيف وتحت الجلد عشان مرضى السكر أو العلاج الهرموني عادة بيبقى تحت الجلد بشكل عام، وفي طبعا الحقن العضلي ده اللي كلنا عارفينه زي الحقنة بتاعت الكورونا دي عضل. ففي النهاية اللي بيحصل ده معناها إن احنا بنقول يا جماعة احنا طول الوقت هنفضل ندرب. الحكومة ممثلة في الحالة دي في وزارة الصحة لن تكف عن التدريب عشان تبقى فاهم،
يعني اوعى تفتكر انه هي مرة عشان كان في شيء ما او حدث كبير بيتم الحديث عنه اطلاقا. هو احنا من 2014 لم نكف عن التدريب ولن نكف، يعني ما دامت هناك حياة وبشرية وحياة انسانية على ظاهر الكوكب عندنا في مصر احنا مكملين في شغلنا، ما فيش حاجة بإذن الله سبحانه وتعالى توقفنا على الاطلاق. بما ان احنا بنتكلم على الحكومة النهاردة خليني اخدك على الشائعات. والله العظيم يا جماعة الواحد صدع من الشائعات، وأغلبها فعلا شائعات بجد تافهة. تعال نشوف النهاردة الحكومة بتنفي شائعة حول إيه بقى؟ تقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة 3 أيام في الأسبوع وتخفيض الأجور. ليه يا جماعة؟ قال لك ما هو ده بقى جاي علشان هينقلوا العاصمة الإدارية. أنا بس عايز أعرف معلش والله العظيم الربط فين؟ بتكلم بجد الربط فين؟ هقلل العمل، هقلل ساعات هقلل ايام العمل واخفض الاجور عشان رايحين العاصمه. ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ غير انه القلعه عندنا في اسكندريه جنب البحر، مش دي القصه بس السؤال يعني. وفي قلاع كتير دايما على البحر وده طبيعي وقتها. السؤال برضو ليه؟ يعني هننقل العاصمه الاداريه الجديده هنخفض ليه ايام العمل؟ عشان ايه؟ طب وليه هخفض الاجور؟ طب اذا كنت انا لسه مزود الاجور طازه يعني، لا ده انا زودتها قبل ميعادها اصلا وعملت علاوات زيادات استثنائيه وحزم استثنائيه وما الى ذلك عشان الناس تقدر قدر الامكان تتحمل جزء من الازمه الاقتصاديه اللي ماشيه في العالم دي. اجي اقول لهم فجاه اصل انا خفضت الاجور ازاي؟ ده انا مثبت سعر المحروقات، ده انا مزود الحزم على بطاقه التموين، ده انا عامل زيادات في المعاشات من قبلها ب3 شهور، زيادات المرتبات من قبلها ب3 شهور. مش منطق خالص خالص. ده انا مخلي المبادرات بتاعتي بتكمل لحد 30/6، الزيادات الاستثنائيه بتاعه التموين وخلافه عاملها لحد 30/6/23. هاجي قلت بس انا هقلل الاجور وهخفض ايام العمل، ده احنا بنقول لا خالص، ده يا جماعه ده احنا عاوزين نفضل نشتغل شغل من النار. بالمناسبه أي أزمة اقتصادية في العالم لا حل لها سوى العمل. أنا عايز أرجعك على الأزمة الاقتصادية الكبرى 29 في الولايات المتحدة الأمريكية، لقوا أنه الحل الرئيسي هو أنك تخلق فرص عمل. طبيعي يعني أزمة اقتصادية، الناس معهاش فلوس، الجيوب فاضية، الناس مفلسة، طب نعمل إيه؟ نشغلهم. طب هنشغلهم إزاي؟ ما لازم أخلق فرص عمل. وقتها كان الحل، وبالمناسبة تم تطبيقه بعد كده في أكتر من مكان وعلى فترات مختلفة، أنا هعمل مشروع ضخم جدا في الولايات المتحدة لربط المدن والمقاطعات والولايات ببعضها البعض عن طريق الطرق. شفت عن طريق الطرق دي؟ وبالتالي هخلق فرص عمل في صناعة الطرق والمحاور، وكمان أبدأ أشتغل على الربط بتاع السكة الحديد، ولما أعمل الطرق دي، ده كلام الولايات المتحدة الأمريكية ده مش كلامنا، فلما هتتعمل الطرق وتخلق الربط هتبدأ توفر فرص العمل وتعمل وفر في استهلاكات الطاقة شوية. طيب وفي نفس الوقت الطرق دي هيتبني حواليها ما يعرف الولايات المتحدة الأمريكية موتيل، الفنادق الصغيرة بتاعة الإقامات السريعة وما إلى ذلك، داينرز، مطاعم، أنشطة تجارية، ثم النشاط الإنساني، النشاط الاقتصادي الطبيعي، توفير فرص العمل. طب إحنا النهاردة في القرن 21، إحنا في يعني داخلين أهو يومين وهنبقى في ديسمبر سنة 20، ديسمبر قصدي 2022، احنا في اخر ايامنا هو 29 نوفمبر، بنفكر ازاي؟ طب ده احنا فكرنا في نفس الفكرة دي قبل كده ونفذناها واشتغلنا وعملنا حاجات كتير جدا بجدواها الاقتصادية، بجدواها في خلق فرص العمل، في خلق دورة رأس مال الى اخره. وفي ازمة اقتصادية في العالم، اجي اقول اصل انا هقلل ايام العمل وهقلل الاجور، ما العقل زينة برضو يعني. أسيبكم مع تقرير عن افتتاح النسخة 38 من مؤتمر الاتحاد الإفريقي لتمويل الإسكان واللي كنا بنتكلم فيه أول امبارح مع المهندسة مي عبد الحميد، وده تحت عنوان مستقبل حضري أخضر. لإيه بقى؟ الإسكان ميسور التكلفة. تقرير وفاصل وهنرجع نكمل الكلام. Thank you.
طبعا التوجه ناحية الإسكان الأخضر ده توجه عالمي، هيبقى فرص التمويل بعد كده مرتبطة بحاجات خضراء، فسندات خضراء، سكوك خضراء، كل ده هيبقى مرتبط بأن احنا ننفذ إسكان أخضر. احنا الحمد لله بدأنا مبكرا قبل حتى هذه الأحداث في مصر أن احنا نعمل مبادرة للإسكان الأخضر. بدأنا يمكن ب 25,000 وحدة سكنية، في حاجات بتتنفذ على الأرض، هيبقى في فرصة للدول الأفريقية المختلفة أنها هتيجي معنا المواقع تتفرج على تجربتنا في هذا الموضوع، تجربتنا في السكن الاجتماعي. ده برضو أحد محاور الإسكان المستدام، المدن الجديدة اتصالياتها، الطرق والمواصلات اللي احنا بنعملها، الخدمات اللي احنا بنوفرها، استخدامنا للعدادات مسبوقة الدفع، منظومة الصيانة اللي بتحافظ على استدامة المباني، ايه اللي هيضيفه الإسكان الأخضر للمستفيدين. كل دي محاور هنتناقش فيها في خلال أيام المؤتمر. ما يحدث عالميا من تطبيق لتوصيات ولحقائق الوقائع اللي حصلت في كوب 27 هو دي احدى مظاهر التطبيق. احنا بنتكلم على ان حال الواقع اصبح لا يحتمل ولا يقبل الكلمات في التعامل مع البناء الاخضر واقلال درجة الحرارة بما لا يقل عن درجة ونص بشكل عام، وتقليل الكربون، وايضا المساعدة على التكيف. المساعدة على التكيف في البناء الأخضر يعني جزء من محاور التنمية المستدامة، اللي أعتقد أنه لن يكون هناك أي تمويلات دولية لا أوروبية ولا شرق أسيوية إلا من خلالها. أهلا بحضراتكم، أو كما كنا نتحدث في بداية الحلقة على أهمية القوة الناعمة بكاملها وبكافة أشكالها في صناعة الوجدان وفي التأثير على المحيط بيك. فيلم الضيف يحصد جائزة أفضل فيلم سينمائي في مهرجان سومر العراقي. فيلم الضيف لكاتبه الكاتب الكبير والأديب الشهير والسيناريست الجهير أيضا مؤلف الفيلم الأستاذ إبراهيم عيسى. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا بيك يا استاذ يوسف. اهلا بيك. ايه يا استاذ ابراهيم؟ لا انا يوسف، انا اقول لك يا استاذ ابراهيم تقول لي يا يوسف، احنا متعودين على كده. يا رب يخليك استاذ ابراهيم. اولا مبروك على الجائزه. الله يبارك فيك ويسعدك يا رب. ويمكن دي مش اول الجوائز ولا اخرها ابدا باذن الله. انا مهم بالنسبه لي مش الحديث بقى عن الجائزه، انا المهم بالنسبه لي الحديث عن السينما والسينما الماخوذه عن الادب أو كتابة السيناريو للسينما مباشرة. صحيح. كيف يرى الأستاذ إبراهيم عيسى هذا الوضع في السينما المصرية والسينما العربية؟ طبعا أنا بس عايز الأول أبدأ بالجائزة، لأنه أول ما عرفت بيها عرفت من فريق الإعداد لبرنامجك الرائع، وعشان كده عايز يعني أشكرك وأمتن ليك ولفريقك. ربنا يخليك يا أستاذ. والحاجة الثانية إن أنا سعيد جدا إنه جائزة قادمة من مهرجان العراق، لأن احنا نعلم جميعا يعني العراق وهي بلد الحضارة العظيمة والثقافة والشعر والأدب والفنون بتمر بمرحلة صعبة للغاية، يعني سياسيا وأمنيا وفي كل الظروف. فلما تتمسك بأنها بتعمل مهرجان السينما وأنها تحتفي بالأفلام وبالفن ويبقى في فنانون عراقيون يعني على هذه الدرجة من التمسك بالوجدان والدور الحضاري للعراق في مواجهة الظلامية والإرهاب والفتن، هذا شيء رائع وجميل للغاية. وكمان أنه المهرجان ده نفسه مهرجان كان عطل نتيجة هذه الدورة تحديدا، عطلت نتيجة كورونا وتتأجل سنتين، فيصروا على أنهم يعملوا المهرجان وأن الدورة تعود مرة أخرى وتتعقد وأن المهرجان يبدأ، كأنه انتصار للإنسانية ضد الوباء وانتصار للفن ضد الانقطاع. يعني معاني جميلة وراها مهرجان سوبر. ولما بقى يجي جايزة للضيف بالنسبة لي شيء يضيف لي الكثير يعني، ويؤكد أنه الأفلام الجادة وجودها الجماهيري مهم للغاية، والقبول والرضا والجماهير والإقبال عليها ورد الفعل الجميل اللي حاصل، لكن كمان أيضا النقاد وجمهور المتخصص
يحتفي بالفيلم ويسعد بيه ويقيمه تقييم انه احسن فيلم في المهرجان، ويحصل مخرجه على احسن مخرج او بطله على احسن ممثل الاستاذ خالد الصاوي طبعا، فده شيء برضه يسعدني للغايه. اضافه الى هذا كله ان الفيلم معروض على اكثر من منصه، فلما تبقى في اخبار من هذا النوع وجائزه مثل تلك تقدم للفيلم تحفيز للذي شاهده ان يعيد مشاهدته، وللذي لم يشاهده ان يشاهده، وده شيء جميل ورائع يصب في اللي حضرتك كنت بتقول يا استاذ يوسف من شويه فيما يخص دور القوى الناعمه ودور صناعه الوجدان واهميه الثقافه والفنون والابداع في مواجهه التطرف والتسلف والتخشب والفتنه والارهاب. كل هذه الامور يحاربها بقوه ويواجهها بشده وبعمق وبتاثير اوسع واهم الفن. صح. وان الفن كمان يذهب بقى الى زي ما حضرتك كنت بتطرح في سؤالك انه الفن يذهب الى الادب وانه يحتفى بروايات وتقدم الى عالم السينما، او يذهب الى ادباء وروائيين هم اللي اشتغلوا على السيناريوهات ويكتبوها. ده استعادة مهمة للغاية الحقيقة، ويبدو أنه في السنوات الأخيرة السينما المصرية بدأت يعني تستعيد روحها في هذا الموضوع بعد انقطاع بدا طويل مع الرواية والأدب، لأنه هتلاقي آخر موجة للتعامل مع الروايات الأدبية كمصدر للأفلام، هتلاقي آخر موجة كانت مثلا موجة الأستاذ إسماعيل ولي الدين في السبعينات والثمانينات، اللي هو بقى بأفلام كثيرة من نوع الأقمر وحمام المراطيلي والعائلة المسمومة وبيت القاضي، هتلاقي والبطنية، هتلاقي مجموعة أفلام الأستاذ عصام القدوس على إيد في النجمة الكبيرة نبيل عبيد لما قدمت مجموعة روايات له في الأفلام. مزبوط. انقطاع بعد هذه الفترة، انقطاع شديد جدا، ربما عادت بقى مؤخرا، وده شيء يحسب ليقظة السينمائيين يعني إنهم يستعيدوا مرة أخرى الرواية كمصدر كبير ومهم. أتمنى أنه كمان الدراما التلفزيونية تنتبه لهذا بقوة، لأنه الرواية بتحقق لك والأدب بيحقق لك البنى من اللحظة الأولى، بيبقى متوفر إليك بناء أنت ما تشتغل في ديكوره في إعادة بنائه، إنما البنى الروائي والأدبي يبقى من اللحظة الأولى موفر لصناع العمل بعد كبير جدا وجانب كبير أوي من الأهمية في صناعة عمل فني يصل للناس ويبقى متمسك دراميا وصاحب رسالة وقوي وجذاب وجماهيري في الوقت نفسه. الرواية بتوفر جزء كبير جدا من جهد السيناريست، لأنه زي ما كنا بنتكلم أنه الرواية بتبقى بنية الشخصية وخلفياتها وبنائها الفكري وظاهرها النفسي وما إلى ذلك، وبالتالي بتوفر على السيناريست. فما بالنا لما بيبقى الروائي هو السيناريست، فأصبحت مهمة الإخراج أكثر يسرا، مش بقول سهلة، ومهمة الأبطال في الفيلم برضو أكثر يسرا، ما هياش بمنتهى السهولة. السؤال بقى يخيالي إن ده حقيقي، يعني يخيالي جدا إن ده حقيقي، لأنه بيبقى الرواية بيشتغل وهو راجل بناء بالظبط، عارف يبني شخصياته، عارف يصنع مبررات، وعارف يقدم حججه، وعارف يعمل للشخصية منطقة، وعارف يعمل للحوار عالمه. فأظن إن ده شيء يعني زي ما أشرت بالضبط يجعل الأمور أكثر تحريضا على الفن والإبداع، مش يسرا أو سهولة، بقدر ما هو الأدوات بتبقى متاحة جدا والدنيا لينة وسهلة، يشكلها المخرج بإبداعه والممثل بأدائه بكل بقى السبل اللي بتطلع أفضل ما لديه وأجمل ما عنده. الأستاذ إبراهيم عيسى كما هو قارئ نهم فهو مشاهد سينما نهم، ده انا متاكد وعارف بحكم الصداقه والاخوه يعني، فانا طبعا عارف يعني استاذ ابراهيم عاد يقول لك ايه شفت فيلم كذا، ده انا امبارح شفت فيلمين حاجات كده يعني. صحيح. انا لازم اشوف كل يوم. ده صحيح، وده مهم كل يوم كده. ده مهم جدا. هنا انا بقعد افكر مع حضرتك بصوت عالي، هي مساله انه تعود الروايه مره تانية كمصدر للفيلم السينمائي، ده هايل، لكن هي لسه ما رجعتش بالشكل اللي احنا نفسنا فيه، دي واحد. 100%. صح. اتنين، وافقك تماما. هو بقى السؤال ليه؟ هل انا اصلا عندي حركه ادبيه شديده النشاط في مصر، ما هياش خامله ولا نائمه ولا في حاله سبات يوسف، خصوصا الفتره الاخيره يمكن للمرأة ان يسمح لنفسه يعني
انه يتكلم من قلب صناعة الوسط ده السينمائي كله يعني. نتيجة الخبرة والاحتكاك الاخير. أيوه. يعني هو في مشكلة، مشكلتين اثنين، مشكلة الانتاج ومشكلة النجم. في العادة المخرج الذي يقود العمل، يعني المخرج يبقى متحمس لنص للرواية وبعدين يقدمها المنتج، هما الاثنين يتحمسوا فيدوها لنجم او ممثلين. الحقيقة القصة دلوقتي في مصر حصل فيها حالة من حالات يعني الاعوجاج وخروج عن المنطق الطبيعي في صناعة الدراما، اللي عشان نحلها كلنا لازم نرجعها للأصل، انه مش الممثل هو الأصل، مش النجم هو الأصل. صح. الأصل هو المخرج، وحماس مخرج بعمل فني بعمل درامي بعمل روائي والمنتج او المنتج. انما لما رغبة النجم هي اللي يوافق على اساسها العمل يخرج للنور او لا يخرج، يتم انجازه او لا يتم، دي نقطة مهمة، خصوصا لما تيجي تتأمل حتى نجومنا الكبار. وانا كنت لسه بحكي للاستاذ نبيل عبيد بحماسها الروائي زي كاتبنا العظيم حسام عبد القدوس، كانت بتسوق العمل كمنتجة مش بس مش كفنانة. وهي تعرضه على منتج، تعرضه على مخرج فيتحمسوا. انما احنا ما عندناش ده، ما عندناش النجم اللي يعني ابن محمود ياسين وابن نور الشريف وابن حسين فهمي وابن عزة العليلي اللي هو ابن احمد زكي، اللي هو ولاد التجربه دي، ولاد المدرسه دي، اللي هو عندهم. شوف هتلاقي من اكثر الناس يعني لو بصيت هتلاقي هات عمل زي احمد زكي كده، شوف او اقصد قائمه افلامه، شوف كم فيلم عن الروايه. شوف كم عن فيلم عن الروايه. شوف الاستاذ عادل امام، شوف كم فيلم عن الروايه. طب انا هقول لك حاجه غريبه جدا ربما لا يلتفت اليها زملائنا في صناعه السينما. جميع افلام المخرج الكبير حسين كمال، وهو من هو طبعاً في عالم صناعه السينما، جميع افلامه ما عدا فيلم واحد، جميع هذه الافلام عن نصوص روائيه ماخوذه عن روايات. كلها ما عدا عمل واحد، كلها بما فيها بقى الاعمال ذات الصفه الخفيفه، ذات الصفه الثقيله الوزن العميقه اللي فيها كل التنوعات، لكن كلها عن الروايات. قول لي انت مخرج واحد في مصر الان عنده هذا الشغف اللي عند حسين كمال بالنص الروائي بالروايات. فبقول لك احنا عندنا المشكلة دي، عندنا مشكلة الانتاج ومشكلة النجم. حماسهم للعمل الروائي فضل بقى على انه زي ما احنا كلنا بنتشكى انه يعني ممكن ما يكونوش بيقروا كويس، ممكن ما يكونوش متابعين اللي بينشر، رغم الحجم اللي حضرتك اشرت اليه من انتاج روائي متدفق في مصر. زائد كمان عندنا كلاسيكيات في الروايات العربية والمصرية تحديدا، كلاسيكيات تشكل كنوزا. صح. بس برضه لا احد يعني شوف قول لي كام روايه اتاخدت لفتح جانب في السينما او دراما، يعني كام روايه وقصه للاستاذ زحي حقي، كام روايه وقصه استاذ رحمن الشرقاوي. لا احنا ممكن حتى الكلاسيكيين حتى ادبائنا الكبار لا يزالوا يعني نبعهم غني جدا للعطاء السينمائي، لكن الالتفات الاهتمام. عشان كده اتمنى ان منصه زي واتشن بكل بقى يعني من رسالتها الوطنيه انها تنتبه للكتابات الكبيره للمؤلفين العظام، وتتعامل هي كمنتج، هي صاحبه المشروع، عايزه روايات دكتور يوسف ادريس، عايزه مسرحيات دكتور يوسف ادريس تتحول الى اعمال تلفزيونيه للمنصه، عايزه شغل الاستاذ يحيى حقي، عايزه الاعمال اللي متقدمه مؤخرا في السوق الادبي نقراها ونطلع منها روايات واعمال تستحق ان تكون دراما، لان خصوصا دلوقتي ما عندك متنوع، عندك ممكن تشتغل منصات دراما وممكن تشتغل سينما. صحيح. يعني انا اتمنى ان يبقى ده في ذهنيه المنتج، خصوصا المنتج الوطني. يعني هل في عوامل تبقى متوافره في الروايه وبناء عليها تثير الحماسه لتحويلها الى فيلم سينمائي، او عوامل اخرى بتخليها تفضل في إطار الرواية ولا تصلح للعمل السينمائي؟ صحيح، في روايات لا تصلح للعمل السينمائي، وفي روايات مرهقة لو حولناها لعمل سينمائي، لكن أغلب الروايات تصلح، هي عبارة عن قصص وحكايات بصرف النظر عن طريقة السرد.
السرد ده هو السرد الروائي، ممكن يتحول الى سرد سينمائي. لكن انا برضو ادعو كل الزملاء انهم مثلا يقروا اللص والكلاب للاستاذ نجيب محفوظ ويتفرجوا عليه فيلم الاستاذ صبري عزت اللي كانت في السيناريو، يقروا مثلا صرصره فوق النيل وبعدين يتفرجوا عليه فيلم الاستاذ ممدوح الليثي. لا طبعا السينما تضيف، والسينما يعني تضفي جمالا وابداعا اضافيا على العمل، وتستطيع انك تاخد من العمل ما تريد. يعني انا بقول انه عندنا كنز تاريخي اسمه الثلاثيه، استاذ حسن الامام افلامه الثلاثه بين القصرين وقصر الشوق والسكريه عن ثلاثيه نجيب محفوظ. عدد اللي اتفرجوا على ثلاثيه حسن الامام هي بالتاكيد اضعاف مضاعفه من اللي قرا ثلاثيه الاستاذ نجيب محفوظ نفسها. قطعا ثم اكتساب الصفه الشعبيه الرهيبه، يعني احنا استاذ يوسف كلمه السيد دي معموله كانها مثل شعبي، هي اصلا فيلم. فيلم انت امينة ده فيلم على فكره. صحيح. مش مثل شعبي. يعني شوف السينما تستطيع ان تصنع انماط واصول كده دراميه في الحياه. لما بشوف انا مثلا معالجه السينمائيه للاستاذ توفيق صالح اللي كان عاملها للثلاثيه وما ظهرتش وسحب منه المشروع استاذ حسن الامام، بلاقي طريقه ثانيه تماما في المعالجه. يعني بلاقي الاستاذ توفيق صالح في المعالجه وهي منشوره في احد الكتب التذكاريه عن الاستاذ نجيب محفوظ والسينما، بتلاقي معالجه توفيق صالح وهو مخرج عبقري وكبير يعني طبعا قايمه على ان البطل فهمي. فهمي هنا هو صلاح امير في الفيلم عشان نفكر الناس بيه، يعني الابن اللي مات في الثوره 19. بينما المعالجه اللي قدمت على الشاشه البطل السيد عبد الجواد نفسه. صح. شوف معالجات مختلفه ازاي تقدر حتى النص الواحد. شوف كم روايه لشكسبير، كم مسرحيه لشكسبير، روميو وجولييت مثلا اتعملت كم 100 مره في الافلام وفي السينما وباكثر من معالجه، بعشرات المعالجات طبعا. شوف انت يعني عطيل، شوف كل العمال كلير. يعني ماي كلير ده تلاقيه في السينما المصريه، الملاعين اخراج احمد ياسين، تلاقيه دهشه في التلفزيون الاستاذ شادي الفقراني. ايوه يعني هتلاقي عشرات التجارب من نص واحد. ويا سلام بقى لو النص ده بنتكلم على نص نجيب محفوظ لطه حسين، يعني بنلاقي حاجه مختلفه جباره يعني. وخلق المعالجات الحديثه للكلاسيكيات زي ما حضرتك ذكرت، مسرحيات ويليام شكسبير اتحولت لمعالجات سينمائيه حديثه بل شديده الحداثه. صحيح. على شاشه السينما او في افلام انتاج منصات اخرى. طيب صحيح، وانتاج كمان لروميو وجولييت بمنصها الاصلي. صحيح. بتاريخها القديم بازيائها برضه اتعمل اكتر من مره. يعني لسه في فيلم عطيل اللي دينزل واشنطن وبطولته يعني يتدرس، يعني بكل برؤيه تاريخيه لكن بطريقه اخراج وسرد مختلفه. وهكذا ده اللي اقصده، يعني انه الروايات زي ما حضرتك بتتكلم والعمل الادبي يوفر كنز دائم، حقل بترول لا ينضب، حقل غاز لا ينضب للترطيب والخروج منه بكنوزه. طيب هنا ده هياخدني على مسألة أيهم أكثر تأثيرا، الدراما على التلفزيون ولا السينما في صلاة العرض أو حتى على المنصات؟ هو عموما كله ما قاله إلى التلفزيون أو إلى المنصة. يعني حتى الفيلم بكل أعلى الأفلام إيرادا وأكثرها جماهيرية، يعني بيدخلها في مصر مثلا 250 ألف واحد، لو اعتبرنا ده أعلى فيلم إيراد يعني هتلاقي 250 ألف تذكرة تقريبا. دول طبعا حصه مشاهدين لمده يعني اقل من يوم في اي شاشه تلفزيونيه يعني طبعا. فكله ما قالوا، يعني احنا ابنائنا مثلا ما شافوش شيء من الخوف على شاشه السينما، شافوه على شاشه التلفزيون. صحيح. احنا شخصيا يعني ما لحقناش افلام كثيره رد قلبي على الشاشه، لا لحقناها على التلفزيون. اذا كله ما قالوا الى وسيط التلفزيوني والمنصه. فانا ما بزعجش خالص من انه الافلام تتعرض على المنصه، انما طبعا السينما لها حضورها ولها اهميتها ولها سحرها، وما فيش وسيط لغى الثاني ابدا. يعني لا التلفزيون لغى الراديو ولا السينما اتلغت من الاذاعه، ولا يعني كل وسائط تكمل بعضها. لكن السينما تظل ان دي حتى مش بس يعني تروح تتفرج على الفيلم، بتروح تصنع ذكريات.
المشوار ده نفسه بتعمل نزهة نفسية وترفيهية، وهي تخش الفيلم وتتفرج عليه وتشوفه فتحتفظ بذكريات. شفت فاكر لما شفنا الفيلم ده مع بعض في السينما مش عارف ايه وحصل ايه. فالسينما صانعة للذكريات ايضا، يعني مشوار السينما مش بس فيلم السينما، لكن فيلم السينما بالتأكيد والمشاهدة في شاشة العرض الكبيرة بما فيها بقى من إثارة الجدل والنقاش ومشاهدة جماعية. المشاهدة الجماعية دي حاجة مهمة جدا سيسو. يعني انا كان لما بتفرج على فيلم مولانا في قاعة العرض الجماهيرية في السينما ولاقي التسقيف مرة واحدة او الضحك دفعة واحدة، تلاقي في 300 واحد بيضحك، في 500 واحد بيسقف، دي مش حاجة قليلة. بتدخلك في احساس مسرحي يعني، وكأنه النجم على خشبة بالظبط كده، تفاعل جماهيري حي. طيب استاذ ابراهيم، هل فكرت، يعني مش كل الناس عارفة أنه الأستاذ إبراهيم عيسى واحد من أعتى وأكبر وأعمق الساخرين. هي الضحكة دي بتقول صح. وسخرية شديدة من كل شيء يعني. فأنا دايما أقعد أفكر أستاذ إبراهيم ممكن يكتب لنا رواية أو فيلم ساخر بكل ما يحمله من عمق السخرية. بالمناسبة يعني برنارد شو كان بيكتب السخرية بمنتهى عمقها. اتمنى والله لو في منتج متحمس يلا نعمل فيلم كوميدي، يعني اظن انه مكرمه مختلف يعني، او على الاقل في حده الادنى يبقى كوميديا فطين عبد الوهاب يعني وسعد الدين وهبه. اتمنى يا ريت تبقى كوميديا مصريين مش كوميديا القلش. بالظبط، ما ده غرضي من السؤال بصراحه. يعني ده غرضي من السؤال ان احنا هو الافيه والكوميديا تحولت الى الافيهات يعني. الشات والحاله السوشيال ميديا، وده مساله يعني تراث الكوميديا في مصر تراث عظيم جدا، تراث هائل، والروح الساخره في المجتمع المصري روح حضاريه. الفكره ما جاتش على بالك؟ طيب والله جات على بالي كتير، لكن طول الوقت يبدو انه ما يغري المنتجين معايا هو الافلام المثيره للجدل اكثر من الافلام المثيره للضحك. طب ما احنا هنقدم لهم فيلم ساخر مثير للجدل برضه. لا تخلو اعمالي بالضحك وهو في النهايه مع حفظ الالقاب يعني. وهو ابراهيم عيسى اما هيكتب فيلم ساخر مش هيبقى مثير للجدل؟ ما هو برضه هيبقى مثير للجدل وهتتوجه السهام وما الى ذلك، ده طبيعي. والله يا استاذ يوسف مثير للجدل احسن من مثير للدجل. طيب فلتثير جدلا بسخريه بقى علشان نواجه الدجل بلا سخرية. أصلا احنا كمان عندنا الدجل ده متقيل جدا يا ساتر. أستاذ إبراهيم مبروك ده على الجايزة، وشكرا على المكالمة وعلى الحديث المستفيد. ده أنا اللي ممتن للاهتمام ولكرمك وللحوار الجميل ده. أنا أتشرف أستاذ إبراهيم، كل الشكر ليك كاتبنا الكبير وأدبنا والسيناريست الكبير أيضا أستاذ إبراهيم عيسى، كان معنا في حديث يمكن يكون شوية معقول في مدته عن السينما. أتمنى أن احنا نجري حوار أكثر اتساعا في وقت من الأوقات لما وقته يسمح بإذن الله. أنا عارف أنه أستاذ إبراهيم بالمناسبة من الناس اللي يومها منتج، يعني ما شاء الله تتشود، من الناس اللي عندها تنظيم وقت مذهل مذهل يعني، يصحى من بدري وتلاقي الوقت عنده منتج جدا. فيعني أتمنى أن احنا مرة نجري حوار أكثر اتساعا من كده جوه الاستوديو إن شاء الله ربنا يسهل. هستأذنكم نروح لفاصل، قبل الفاصل خلونا نركز في جملة مهمة هنا بقى، دي بتاعة الصناع، صناع السينما، خدوا من الأدب. الأدب هو الجوهر الحقيقي للمجتمع. يعني عايز تعبر عن مجتمعك مظبوط بلغة سينمائية أو درامية، خد من الأدب. وزي ما أنا كنت بتكلم مع أستاذ إبراهيم عيسى، الحركة الأدبية المصرية في منتهى النشاط، وأبدا بالمناسبة لم تصب بأي خمول ولم تدخل في أي حالة من حالات السبات على الإطلاق في تاريخنا، ما حصلتش. طيب اتنين، هي أنشط حركة أدبية موجودة في الإقليم وفي القارة. أنشط، مش بقولك لا أحسن ولا أوحش، أنا بقولك الأنشط والأغزر إنتاجا. فعايز جوهر المجتمع المصري، ارجع للأدب.
يبقى هنا هتاخد من الرواية أو القصة القصيرة، ما هو دكتور يوسف إدريس هو عبقري القصة القصيرة، وحولت قصصه القصيرة إلى مجموعة أفلام كانت رائعة رائعة. طيب إذن ارجع للأدب وانتج سينما، ارجع للأدب وانتج دراما. وأنا أتفق مع مسألة إن إحنا دايما في عندنا مشكلة في إنه النجم مزاجه إيه، لا المخرج مزاجه إيه، ده طبيعي. يعني أي حد جوه صناعة السينما يقولك المخرج رب العمل، يبقى ارجع للأدب وانتج، والعملية السينمائية في إيد المخرج والمنتج الفاهم، مش المنتج اللي هو بيحط قرشين وخلاص، المنتج اللي فاهم اللي بيقدر قيمة العمل الأدبي وتحويله إلى نص سينمائي، وفاهم بيقراه إزاي، فاهم الرواية الأدبية دي وعارفها وقراها بدل المرة اتنين وتلاتة، فاهم السيناريو ده وقراه بدل المرة اتنين وتلاتة، بيبقى واثق وعارف إزاي بيختار المخرج بتاعه، أو يقدر يثق في ترشيح الأديب أو السيناريست للمخرج فلان الفلاني اللي عنده الرؤية دي اللي هتقدر تطلع لي المنتج السينمائي أو التلفزيوني ده، كده تضمن إنه قوى الناعمة سواء إذا كانت دراما أو سينما بتاعة مصر شديدة القوة، شديدة التأثير، شديدة الحسم. خد بالك احنا في مصر خلال كام سنه الاخر دول، حاجه من اروع الحاجات اللي احنا عملناها، من اروع الحاجات، وده بجد مش هزار، انا شخصيا مشترك في منصه واتشت، مشترك بجد يعني، وبشوفها بنهم. من اروع الحاجات ان احنا عملنا منصه زي منصه واتشت، من اروع الحاجات ان احنا اصبح في عندنا شركات انتاج ضخمه قادره انها تبقى واقفه في السوق ما تتهزش. حلو؟ طيب ولو خدت بالك احنا كنا تقريبا من 10 سنين ومن قبلهم بشوية، يعني من قبل 2011 وبعد 2011 وشوية، كلنا دون استثناء كان عندنا تحفظات شديدة جدا جدا، وأظنها في محلها بالنسبة لي أنا في يقيني في محلها، بس أنا مش هصادر على رأيك، إنه مش دي الدراما المصرية ومش دي السينما المصرية. جينا خلال 6 سنين تقريبا فاتوا، وبجهد وبترتيب بدأنا نعدل الدفة تاني علشان خاطر الدراما المصرية ترجع تاني لمكانها الطبيعي اللي يجب عليها أنها تحتله في المشاهدة العربية، وحصل. فبقينا بالتدريج نشوف دراما بتعبر عن المجتمع، بالتدريج بنشوف سينما بتعبر عن المجتمع، بقينا بالتدريج بشوف دراما أو سينما بتعمل عملية إيه؟ بتعمل عملية إحياء للروح الوطنية المصرية. فاكرين زمان إحنا كنا مثلا نتفرج على رأفة الهجان، لحد اللحظة دي نشوف رأفة الهجان 100 مرة عادي، نشوف جمعة الشواق 100 مرة اللي هو دموع في عيون وقع عادي، نشوف الصعود للهاوية عادي، لو كل ما يتعرض بنتفرج بنبقى حاسين بده. وكنا نقعد نقول أما آن الأوان إن إحنا نرجع نشوف الحاجات دي تاني على الشاشات بتاعتنا، فبقينا بنشوف مسلسلات زي الاختيار والعائدون ومش عارف، فبقينا بنشوف مسلسلات حلوة جدا ومسلسلات تزكي هذه الروح. كنا نأخذ نقول يا جماعة هو إحنا هنفرج ولادنا على إيه؟ خد بالك من الحكاية دي، كنا نقول كده، هو أنا ينفع أتفرج على المسلسل ده مع أولادي؟ بصراحة دلوقتي بقى مفيش أي مشكلة، سيب واتشت مثلا مفتوحة، سيب شاشة التلفزيون مفتوحة، الولاد هيتفرجوا وتمام وانت ما انتش قلقان. سيبك من قصة الريتنج اللي اتحط على الشاشة، مش دي القصة، هي القصة المحتوى نفسه، وبيتطور ولسه هيتطور أكتر. يجي حد يقول لك بس اصل احنا مثلا في السينما حجم انتاجنا او قدرتنا الانتاجيه مش هتبقى عامله زي انتاج اللي بيطلع من هوليوود، اقول لك صح 100% 100% ل 5000 عامل، في منها انه والله مش هيبقى في عندك احجام انتاجيه تقدر تخلق لك حاله الابهار الامريكاني. السؤال بقى هو احنا محتاجين ده؟ يعني انت محتاج تعمل فيلم مبهر زي افلام هوليوود؟ اطلاقا. تقديري المتواضع كراجل يحب يشوف سينما، انا زي ما كان
كنت بقول لأستاذ إبراهيم كده، أنا ما بيعديش يوم غير لما أكون قريت جزء كبير من كتاب واتفرجت على فيلم، ما بيعديش يوم غير كده. خلقتي عيب أو ميزة، مش دي القصة، خلقتي كده من وانا قد كده. طيب يبقى احنا عايزين ايه بقى؟ احنا عايزين نركز في انه احنا مدرستنا السينمائية ووجداننا السينمائي وقدرتنا الانتاجية زي الاوروبيين، زي الاسبان والانجليز والفرنسويين والالمان والروس والاوكران وهكذا والبلجيك. الناس دي كلها اوروبا مش مشغولة على الاطلاق بانها تعمل منتج سينمائي او درامي في ابهار تكنولوجي ياخد 90% من ميزانية الفيلم خالص. بيلعبوا على ايه؟ المحتوى، الكتابة، الورق. اهم حاجة عندي الورق والحبكة، جنبهم مش اقل، جنبهم الممثل اللي يقدر يقوم بالادوار دي، جنبهم مش اقل المخرج. يبقى انا عملت العناصر الثلاثة، ورق، تمثيل، اخراج. تيجي تقول لي اصل مش عارف، اقول لك والله الانتاج هيبقى على قد الايد جدا ولا في اي ازمه، هنقدر وشركاتنا تقدر وماشيين في الاتجاه ده. انا بقول لك انت بقى هنا كمشاهد ما تقعدش توجع دماغك بقصه احنا عايزين نعمل فيلم زي اندبندنس داي، خالص ما تشغلش نفسك بالقصه خالص. عايز اعمل فيلم زي مش عارف افاتار، ما تشغلش نفسك خالص على الاطلاق. انت مدرسة تانية خالص، انت مدرسة زيك زي الاوروبيين. انتوا الاتنين السينما كانت عندكم في نفس التوقيت، يعني احنا في مصر واوروبا السينما عندنا في نفس التوقيت تقريبا، الفارق بالمناسبة حتى يعني ما يكملش سنة عشان برضو تبقى فاهم. وانتوا الاتنين نفس الثقافة، نفس ثقافة القراية، ثقافة المشاهدة، ثقافة انتظار المشاهد وحبكاته وما الى ذلك. الفيلم الامريكاني ده حاجه تانية، بالمناسبه الفيلم الهندي اللي هو ابهارات الاستعراضات حاجه تالتة. فاصل، حاضر، فكروا في المعادله كده، خدوا كلامي ورموه للبحر. الكلام هنا للصناع، الكلام هنا ايضا للمشاهد. فاصل ونكمل الكلام. كاس العالم يهز العالم كما جرت العادة، كل اللي بيحصل في كاس العالم السنة دي في الدوحة الدنيا كلها قاعدة بتتكلم عنه. بالمناسبة مش بيتكلموا بس على مسألة التنظيم، ومش بيتكلموا بس على التكاليف، بيتكلموا كمان حتى على الفرق، بيتكلموا على المباريات. أحيانا كانت النتائج غير متوقعة، يعني يمكن كان المنتخب السعودي ومباراته مع الأرجنتين والفوز ما كانش حد متصور، تاتشوود ما شاء الله السعودية كسبت. هتيجي تقولي بس اصل بعد كده، برضو كسبت، انا مبسوط انها كسبت، اي منتخب عربي هيكسب اي ماتش انا ببقى مبسوط وسعيد جدا. فخلونا نحاول نتكلم شويه النهارده على كاس العالم، واجي على الشمال كده علشان اظبط نفسي في الكاميرا ما بقاش مدوخ معايا مديرين التصوير ولا عظيمه ولا حد. كاس العالم وتوقعات الفرق ونجوم البطوله على ما يبدو الكاس العالم السنة دي فعلا مختلف. معانا على التليفون من أمريكا المعلق الرياضي الكبير أشرف شاكر، أهلا بيك يا فندم. حبيبي أهلا يا يوسف، إزايك؟ إزاي الصحة؟ إزاي؟ إيه الأحوال؟ الحمد لله، أهلا بيك وأهلا بشعب مصر العظيم، وأهلا بأعظم قائد في العالم، فعلا قائد بمعنى الكلمة وده حقه، ده كلام حلو قوي، العظيم فخامة الرئيس السيسي. وأهلا بكل مصري، احنا جمال قوي يا يوسف، أوي. جمال قوي أوي. وحنفضل جمال وحنكسر الدنيا. قولنا بقى كاس العالم توقعاتك ايه للماتشات، وايه اكتر حاجه لفتت نظرك في المباريات اللي فاتت لحد دلوقتي؟ تمام، هنبتدي واحده واحده كده. طبعا هشيد بقطر، حقهم حقهم، ان كان عليهم ضغوط جامده وعملوا انجازات جميله جدا وناجحين، وقوتنا من ربنا احنا كعرب ومسلمين، الحمد لله ربنا يزيدها نعمه علينا. اللهم هشيد بالسعودية وبالمغرب طبعا العظماء. طبعا تونس قدوا بس يعتبروا كده فرصتهم صعبة، وقطر لسه فريق بيبني وإمكانياتهم الفنية محدودة جدا ومفيش مدرب معاهم، يعني مش محفظهم حاجة، مش عارفين يعدوا نص الملعب يعني. فالسعودية
الامل في السعوديه وفي المغرب. السعوديه عملوا انجاز تاريخي طبعا مع الارجنتين. ادوا اداء كويس قوي قوي. جم في ماتش بولندا. تعالي معايا يوسف. معاك. خايفين، هم خايفين، احنا لسه مشكله عندنا كبيره جدا، العرب عندنا روح انهزاميه. خايفين من الغرب. ودي لازم هنشيلها، احنا كعالميين هنشيلها. لازم يبقى في شعار احنا يو كان او وي كان، نقدر. فالسعوديه لعبة الماتش بتاع بولندا، المدرب طلع قال ايه؟ قال ويل بيلد، فريق بنيانه قوي جدا. صحيح. اللي هو بدنيا قوي جدا، اوكي دي حقيقه، بنيان قوي وبدنيا قوي. طب انت عملت ايه عشان تضرب البنيان القوي ده؟ لما يكون فريق قصادك عنده بنيان قوي وبيلعب بالالتحاماته في منتهى القوه، ما تجرهوش في الالتحامات. تضربه بالمهاره. هو ما عملش حاجه دي. لعيبه السعوديه عندهم فكر عالي جدا ومهارات عاليه جدا وبيوصلوا للجول، انما في خطا احب اوضحه لهم واديهم نصيحتي. اشرف شاكر اهو بيديكم النصيحه. بيخلص من المهاره، بينفذ المهاره بتاعته بره منطقه الجزاء. يعني بيعمل الفايت بتاعه بره منطقه الجزاء، فبيعمل المسك 7-8 مرات. طب جرب خش جوه منطقه الجزاء واعمل الفايت بتاعك. عملوها مره واحده، جابوا منها بينالتي، صح يا يوسف؟ صح. جاب منها بينالتي وضاع. طب ما تعمل، جت فرص كتيره جدا قبل منطقه الجزاء وبينفذ المهاره بتاعته، فبيخلص، فبيفقد الكوره. فانا اللي انا طالبه منهم ان انت خش جوه منطقه الجزاء واعمل هولد، اعمل هولد 5-10 سكند، من 5 ل 10 ثواني، ما تستعجلش. في الحاله دي عمره ما هيعمل تاكلينج، عمره ما هيضغط عليك، عمره ما هيحاول يستخلصها، لان اي لمسه هنا انت خدت البينالتي. طب ال 5 تو 10 سكند دول ايه؟ انت دوينج، هو بقى واتشنج او ويتنج، قاعده ثابته. يبقى انت وصلته انه قاعد من 5 ل 10 ثواني واتشنج او ويتنج، قاعد جسمه كل الاعصاب الحسيه الحركيه بتاعته في حاله ثبات. مش عارف يتصرف، ما هوش عارف ينفذ المهاره الدفاعيه، هينفذها بعد ما انا انفذ المهاره الهجوميه. طب جيت نفذت المهاره الهجوميه في جزء من الثانيه، خلاص هو بره، انا كده سابقه ب3 ثواني ل5 ثواني. دي حياتك تموت عليها، دي تجيب لك كاس عالم. 3 ثواني ل5 ثواني دي انك متفوق عليه بالفكر وبالمهاره الفكريه. وانت متحكم في الاعصاب الحسيه الحركيه بتاعته اللي هتادي المهاره الدفاعيه. حلو. فده اللي انا طالبه من السعوديه، يخش جوه منطقه الجزاء ويبتدي الفايت. كويس قوي. بينفذوا الهجمه يا يوسف، اما بيجي يشوط الكوره بينفذ كل التنفيذ ميسنج فوق العرض عاليه. طب ما تلعبها على الارض. طيب دي كده السعوديه. المرمى كلهم متمكنين. المغرب. المغرب فرقه ثقيله جدا، ممتازه، متمكنين جدا. يعني انا رايي انا احسن خط دفاع في العالم هو منتخب المغرب. ياه. والباك اليمين امال ايه؟ متمكن جدا، دفاع متزن قوي قوي. الباك اليمين اشرف حكيمي هياخدوه احسن حارس، احسن باك يمين في العالم. وعلى فكره حارس السعوديه هياخدوه احسن حارس مرمى في العالم. متمكن قوي فنيا عالي جدا جدا. يا ريت. عايز بقى السعوديه، المغرب والسعوديه قربوا. السعوديه فرصتها كويسه جدا ضد المكسيك، انا شفت الفرق كلها خلاص، حكمت عليهم كلهم. لا السعوديه فريق عالي جدا، المغرب فريق عالي جدا ممتاز ما شاء الله، بس الروح الانهزاميه. يعني جه اسمه الامير محمد بن سلمان قال لهم جمله كلمه تدرس، قال لهم العب للمتعه فور فان. هم جم في ماتش بولندا مشدودين قوي، فمش عارف ينفذ المهاره. هو ولي العهد مش عاوزهم يتوتروا. العب فور فان، يعني العب، العب معظم دي كلمه تدرس، يعني العب للمتعه. كلمه المتعه هو لما بيجي ينفذ المهاره كل الشوط اللي بيشوطه مشدود. لازم في وقت معين يرتخي، لازم العضله ترتخي عشان زي التنس تروح في منتهى القوه وينفذ المهاره صح. كل اللي شاطوه فوق العرض بره العرض، ف يشتغلوا بالجمله دي، جمله تدرس. سمو ولي العهد محمد بن سلمان، العب للمتعه، ريلاكس. هو في روح قتاليه وهم عندهم هدف، بس جواهم حته مش عايزه تطلع منهم، اللي هي زرعوها فينا من زمان التمثيل المشارف. لا السعوديه تقدر تكمل. والله بعد الماتش بتاع الارجنتين ما اعتقدش انه ده اللي في بال المنتخب السعودي. يعني التفوق المذهل اللي عملوه قدام الارجنتين ومنتخب الارجنتين زي ما يقولوا كده هو من هو، فانا ما اعتقدش انه حاله الانهزاميه او الخوف من الابطال الكبار او الفرق القويه موجوده عند المنتخب السعودي. انا اعتقد انه يعني في النهايه ممكن يبقى محتاجين نغير التكنيك بتاعنا، محتاجين خطط جديده، ده وارد، بس انا اعتقد ان هم نازلين الملاعب بقلوب الاسد. يعني
على كل الخير اشكرك جدا 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 معلقنا ومحللنا الرياضي الكبير استاذ اشرف شاكر، وهنتصل مره واثنين وثلاثه يعني خلال الايام اللي جايه باذن الله بحيث ان احنا نستمتع اكتر بهذا التحليل. خلوني اخدكم ونروح بسرعه، الكرسي بتاعي بيتحرك، انا برضو كثير الحركه. هايبر اكتيف بريزنتر، عارفين هايبر اكتيف تشايلد، انا الهايبر اكتيف بريزنتر. فخلوني اروح معاكم بقى لايه، ودي حاجه مهمه جدا 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 بالنسبه لي. المجلس القومي للاعاقه بيشارك في الجلسه النهائيه لليونيسف علشان ايه؟ علشان يتعمل اعداد للتقرير النهائي لحمايه الاطفال ذوي الاعاقه. خلوني اخد معانا على التليفون بعد اذن حضراتكم دكتور ايمان كريم رئيس المجلس القومي لذوي الاعاقه. اهلا بيك يا دكتور ايمان. اهلا اهلا استاذ يوسف، ازاي حضرتك؟ ايه الاحوال؟ الساده المشاهدين الحمد لله كله تمام كله تمام. مشاركتكم في الجلسه النهائيه لليونيسف علشان التقرير النهائي لحمايه الاطفال ذوي الاعاقه، ده بيخليني هحط قدامها علامه استفهام، يعني ايه حمايه الاطفال ذوي الاعاقه؟ ايه التهديد اللي بيواجههم يا دكتور؟ حمايه الاطفال ذوي الاعاقه في جميع المجالات، يعني احنا بنقول حمايه حمايه ان هم يحصلوا على حقوقهم، في حقوق اجتماعية، حقوق صحية، حقوق طبعا من ناحية التعليمية. احنا قلنا قبل كده ان الطفل من ذوي الاعاقة هو له حقوق بناء على اتفاقيات دولية، والاتفاقيات الدولية ادته الحق في مثلا الصحة، فلازم يحصل اكتشافات مبكرة لأي أمراض، كشف المبكر بالنسبة للإعاقات لما تحصل إعاقة، التدخل المبكر. بنعمل هنا مهمة قوي توعية للأسرة، يعني الأسرة لازم تبقى عارفة حقوق أطفالها، ولازم تبقى عارفة إن لما هذه الحقوق لا تصل إليه هو بيتعرض لنوع من التهميش، وما بيبقاش ليه يعني فعليا مع اقرانه، هو من حقه زي اصحابه التانيين ان هو يروح المدرسه مثلا. هنا بنقول حقوق مثلا في الاتاحه، المدرسه عشان نقول تعليم دامج لازم المدرسه تكون مهيئه، البيئه بتاعتها مهيئه، حقه ان هو يكون الفصل لو هو من بيستعمل كرسي متحرك ان الفصل يكون فيه المساحات المناسبه، المسافات المناسبه، الديسك بيبقى بشكل ايه، هو بيبقى قاعد فين، يقدر ان هو يحصل على مناهج متاحه ليه، الحمامات تكون مهيئه، يكون فيها مواصفات دوليه، ويعني ازاي ان هو يقدر يدخل الحمام، او ان هو في البلاي جراوند مثلا وسائل اللعب وسائل الترفيه بتاعته تبقى موجوده، الى جانب طبعا ان احنا بنقول اذا تعرض بقى لاي ايذاء او اي تنمر او اي مخاطر من المجتمع او من الاخرين لازم يكون ليه حق في ان نعمله بيئه صديقه، يعني في غرف صديقه مثلا هو موجود في اماكن المراكز الشرطه او المراكز اللي هي فيها تحقيقات او كده، لازم يكون في غرف صديقه للطفل ذوي الاعاقه علشان نقدر نعمل توعيه بالتعامل معاه بقى الاعاقات المختلفه. احنا وصينا برضو بان يكون في النيابات ان احنا نعمل برامج توعيه وتدريب لاعضاء النيابه علشان يعرفوا يتعاملوا بطريقه صحيحه مع الاطفال ذوي الاعاقه في حاله وجودهم في هذه الاماكن. لو الطفل تعرض لاي ايذاء او اي مخاطر، من حق الام او من حق الاسره انها تتوجه مباشره سريعا للمجلس عندنا علشان تبلغ، او المجلس القومي للامومه الطفوله في نجده، واحنا عندنا برضو رقم مختصر وعندنا تدخل سريع في حالة وجود أي مشكلة للطفل، ممكن أن احنا نتضامن ونقف مع الأسرة ومع الطفل علشان يقدر يستعيد حقوقه. كمان الطفل لازم نعمل ليه تدخل علاجي سواء نفسي أو اجتماعي، لو هو تعرض مثلا لإعاقة لازم يبقى عارف ايه العاقه اللي هو فيها، يقدر يتعامل معاها ازاي، الاسره نفسها ازاي تتعامل داخل الاسره. الاعاقه ليست اخر المطاف، ولكن احنا بنقول التوعيه والتدريب للاسره
ممكن ان هو يقلل من النتائج او يعني السلبيات اللي ممكن يتعرض ليها الطفل اثر هذه الاعاقه يعني. صح 100%. ففي حاجات كثيره جدا احنا ممكن يعني نعمل يعني دعم للطفل فيها لحقوقه. المجلس في الاساس بيحط في اولوياته، لان البرنامج بتاع اليونيسف الحقيقه هو برنامج غني جدا بالمحاور وبال يعني بيتكلم على التغذية، بيتكلم على العلاج، بيتكلم على الإدماج الاجتماعي، بيتكلم على حاجات كتيرة. احنا بنقول أولوياتنا حماية الطفل، حماية الطفل في كل اللي أنا قلته ده. وإحنا برضو بنحط يعني داخل يعني بنعمل أنشطة مع اليونيسف في برامج اللي هم سيتخذوها من خلال الخطة بتاعتهم بتاعت 23-27 خمس سنين الجايين. هم هيحطوا خطة، احنا لازم نكون موجودين فيها نساهم في هذه الخطه، سواء بالخبرات الفنيه بتاعه المجلس او بالانشطه المختلفه اللي المجلس يقدر يقدمها مع اليونيسف في المجالات اللي انا قلتها. عظيم جدا يا دكتور، ربنا يوفقكم. قطعنا يعني او بدانا المشوار بتاعنا وقطعنا فيه خطوات كبيره، ولسه في قدامنا برضو بقيه المشوار، واثقين بان احنا هنكمله لحد اخر منتهى النجاح. انا بشكرك جدا يا دكتور ايمان، كل الشكر. دكتور ايمان كريم رئيس المجلس القومي لذوي الاعاقه. تعالوا نطلع لفاصل بعد اذن حضراتكم، وهنتكلم في مساله اعتقدها شديده الأهمية. الأول هنشوف تقرير تحت شعار مع بعض نحميها. مكتبة اسكندرية بالمناسبة من أكثر المنشآت والمؤسسات اللي في مصر تلقى اهتمام مني أنا بشكل شخصي من ساعة ما اتعملت حتى هذه اللحظة، وحتى تاريخيا المكتبة القديمة. بالمناسبة المكتبة القديمة خالص اللي هي المكتبة التاريخية، كل تقريبا مش هقول لك كله، أغلب اللي أنت سمعته على مسألة كيف حرقت ده هجس الهجس. يعني مسألة وأنها حرقت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، لأنه سيدنا عمر لما سئل يعني الصحابة بقى لما راحوا اسكندرية فأبعتوا له ده احنا شفنا المكتبة ومليانة مخطوطات، فما رأيك نتعامل ازاي؟ فقال لهم إن كان فيها ما هو متفق مع القرآن فلا حاجة لنا به، وإن كان بها ما ليس متفقا معنا فلا نريده فاحرقوها. ده أي كلام وأي هبل وما حصلش على الإطلاق. لم تحرق المكتبة في عهد سيدنا عمر خالص عشان بس تبقى فاهم، ولم يحدث من الخلفاء الراشدين كلهم أي أمر لا بحرق ولا بقتل ولا بتعذيب ولا بتنكيل ولا بفرض أمر ما بالقوة ولا بحد السيف. كذب في المطلق. مكتبة اسكندرية مولانا لما اتحرقت أصلا قبل البعثة المحمدية، ده مبدئيا يعني. إمتى؟ طيب المكتبة اتحرقت مع تقريبا سنة، استنى هفتكر لك سنة كام، هي كانت مع ثورة المصريين ضد حكم روما، وخرجت الجنود بتاعة روما كانت وقتها هي المحتلة تحكم هذه البلاد، وكانوا بيتمركزوا في قوامهم الأكبر في مدينة الإسكندرية العظيمة التاريخية التي كانت جميلة وأتمنى أتعود إلى جمالها، في مواجهة الشعب الثائر السكندريين وقتها يعني، وليهم طبيعة خاصة كده وتركيبة خاصة نبقى نحكي عليها بعدين. كل هذا الهرج والمرج أدى إلى حريق المكتبة، لا علاقة لسيدنا عمر بالموضوع. طيب ده بس ايه مقدمة كده تفهم منها أهمية اسكندرية عموما كمنارة للتنوير، وأهمية أنشطة المكتبة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة، والتي لا أعتقد أبدا أنها تقل في أهميتها عن الدور التاريخي اللي كانت بتقدمه من أكتر من 2000 سنة تقريبا. ايه هو بقى اسكندرية؟ من ضمن الحاجات اللي عاملاها عاملة برنامج ظريف جدا، برنامج لمناهضة العنف ضد المرأة. هتقولي ظريف جدا ليه؟ هقولك شوف التقرير وبعدين هنروح معاكم الفاصل ونرجع في موضوع مهم قوي. ايه هو؟ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير برامج تأهيل الأئمة. طيب يبقى كده وزارة الأوقاف عندها خطة للتطوير والتأهيل في أنهي اتجاه؟ الاتجاه بتاع مواكبة القضايا العصرية
والمستجدات، هيكون موجود معانا داخل الاستوديو. نورنا ضيفنا العزيز دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. فاصل ونكمل الكلام، تقرير وفاصل ونكمل الكلام. كل سنة بيبقى في تعاون مع مكتبة اسكندرية في فعاليات 16 يوم في حملة مناهضة العنف ضد المرأة، فالنهاردة ده اللقاء الأول في المكتبة، احنا يلا نحميها. واحنا التحدث فيه عن مناهضة العنف ضد المرأة، دايما بنستهدف في اللقاءات دي كل جديد تم نتكلم فيه. في ناس كتير بتبقى مغيبة عن متابعة الأحداث، هي مجرد بتشوف حدث تعلق عليه لكن هي مش فاهمة إيه التطورات. بيهمنا يعرفوا دور المجلس القومي للمرأة في الحث على سرعة إصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بالدفاع عن حقوق المرأة. احنا هنا بنمثل دور المكتبة الرئيسي في توعية المجتمع وتوعية متخذ القرار بالمشاكل في المجتمع، وايه التحديات اللي بتواجه المرأة، ايه التحديات اللي بتواجه الأسرة. احنا كقطاع مكتبات بنشارك بوجهة النظر الأخرى، يعني بندي بعد آخر للمشكلة بتاعت العنف ضد المرأة، وهي العنف ضد الأطفال، لأن احنا الأسرة دي مكونة مش من المرأة بس، العنف ضد المرأة ده بيأثر على الأبناء في نفس الوقت. فإحنا من خلال مكتبة هيئة الطفل والنشء بنواجه الأطفال، بنشوف المشاكل اللي بيواجهوها في الأسرة بتاعتهم وإزاي بتأثر عليهم في المستقبل، بتأثر على السلام المجتمعي بصورة عامة. طبعا النهارده في يوم مكافحه العنف ضد المراه احنا بنحاول نلقي الضوء على المشاكل بتتعرض ليها المراه من عنف، واعتقد ان ما زال واحنا في القرن ال21 المراه العنف ظاهره مسيطره وضد المراه بالذات، وده طبعا ما يعنيش ان احنا بنقبل هذا الموضوع، عشان كده بناخد كتير من الاجراءات اللي تكافح العنف ضد المراه. الجمعيات الاهليه والمجتمع المدني بيحاول انه اولا يرصد المشاكل والعنف اللي بتتعرض له المراه في المجتمع. ليه؟ لان هو موجود معاهم في الشارع وبيحتك بيهم بصفه طيبه. عشان كده بنحاول احنا نقدم مجموعه من البرامج اللي تساعد المراه انها تكافح العنف ده. تبتدي من المسانده، من الدعم، من الحمايه، توفير الحمايه ليها في كل حاجه. احنا دلوقتي مكتبه اسكندريه بتهتم قوي انها تعمل توعيه للفتيات والسيدات اللي بيتعرضوا للعنف ضد المراه، وبتهتم جدا بتقديم الدعم النفسي والدعم الفني، وبتعمل ورش عمل وبرامج متخصصه لدعم الفتيات. وطبعا المكتبة بترحب بالجميع، يعني وبيتم الإعلان عنها في مختلف الوسائط ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي علشان نضمن ان احنا نوصل لأقصى عدد وأكبر عدد من المستفيدين. بس دلوقتي يعني هو حراك مجتمعي، وانا شايفه ان المراه في الوقت الحالي بتحظى على اكبر دعم ممكن من الدوله، وفي خطوات كبيره جدا الدوله بتتبعها علشان تحقق التوازن وتحقق الدعم الكافي للمراه وتمكنها على كل المستويات. طيب اهلا بحضراتكم مره تانية، خلوني ارحب بسرعه جدا عشان عايز نتكلم اكتر مع ضيفنا دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف. منورنا دكتور. منورة بيك، مساء الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين والمتابعين وعلى كل مصر وكل مصري في بقاع الأرض كلها يا رب. يا رب، اللهم أمين. دكتور هشام، يمكن احنا كنا بنتكلم على انه فخامة الرئيس وجه بتطوير برامج تأهيل الأئمة. بطبيعة الحال الوزارة عندها برامج للتطوير وللتأهيل بما يتفق او يواكب او يساير القضايا المعاصرة. ايه شكل البرنامج ده او شكل البرامج دي؟ هنعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعواته إلى يوم الدين. كل شكر والتقدير والتحية لحضرتك تاني وعلى الاستضافة الكريمة وللسادة المشاهدين. احنا بس عايزين نقول يعني في البداية كلمة حق. كلمة حق، أنا أصلا إمام مسجد. جميل. أنا طول عمري كنت في وزارة الأوقاف، أنا تعين 99، أنا عمري ما شفت في وزارة الأوقاف تدريبات للسادة الأئمة غير عادية. تدريب كان فيه تدريب روتيني عادي
بعد ما تتخرج من الجامعة تخش تدريب عادي خالص اسمه تدريب تأهيلي، تاخد فيه تفسير وحديث زي الأمر اللي كان في الجامعة. الأمر ده فضل ثابت إلى أن تولى معالي أستاذ دكتور محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف أحدث يعني تدريب نوعي غير مسبوق في تاريخ الوزارة. أصبح النهاردة في حاجات يعني بالنسبة لنا إحنا كأمة غريبة جدا. أصبح في خطة مدروسة للتدريب، أصبح في حاجة اسمه تدريب التأهيل البداية خالص للإمام ده موجود، لكن أصبح النهاردة في تدريب غير مسبوق. أنت بتدرب النهاردة على استراتيجية الأمن القومي، أنت بتدرب النهاردة على مفاهيم يجب أن تصحح المفاهيم المغلوطة اللي احنا كلنا عانينا فيها في الأونة اللي قبل كده، من التفسيرات الخاطئة، من التأويلات الباطلة، من اللعب بالدين، بالعواطف، بالمشاعر، بأي شيء تاني، تحميل النصوص ما لا تتحمله. أصبح النهاردة في دورات متخصصة في تصحيح المفاهيم الخاطئة، إزاي أنت تتعامل مع هذا المفهوم، إزاي أنت تظهر سماحة الإسلام، إزاي أنت تظهر المقاصد السامية للقرآن والسنة، إزاي أنت تفهم القرآن وتفهم السنة. عشان كده يمكن من أحدث الإصدارات اللي نزلت في وزارة الأوقاف عندنا كتاب اسمه العقل والنص، مع أن ممكن نقول أن النص سابق النص القرآني والنص السنة، لكن احنا قدمنا ليه العقل على النص. ما هو انا لو مش فاهم النص ملوش فايدة عندي، انا ممكن اجيب القرآن والسنة واقلب براحتي زي ما كان حاصل قبل كده، لكن احنا بنقولك العقل في فهم النص، ازاي انت تفهم النص. حاجة بسيطة خالص يمكن من ضمن الحاجات تصحيح المفاهيم، يمكن مثلا حديث السواك، وده حديث مشهور جدا، يمكن كنا نشوف الشخص يخش بالسواك المسجد وحطه في جيبه ويجي يصلي بالسواك رايح جاي، ممكن السواك ده ما يكونش نظيف، ما يكونش مثلا طاهر، لا هو أهم حاجة عنده السواك. طب هو الهدف والغاية النظافة، حضرة النبي مش عايز السواك، حضرة النبي عايز النظافة، النظافة الأصل في الموضوع، الأصل في الموضوع. لما اجي استعمل المعجون النهارده او الغسول اقول لك لا انت كده مش مسلم، انت كده مش مطبق السنه. هي السنه ايه؟ النظافه. يبقى سواء كان في سواك، كان في معجون، كان في غسول، يبقى الهدف الاساسي النظافه. يبقى ننظر الى النص وفهم النص الصحيح في العصر الحديث، لان انا لو قلت لازم السواك يبقى كده الاسلام ده متحجر، الإسلام ده لا يصلح لكل زمان ومكان. طب هو يصلح لكل زمان ومكان إزاي؟ لازم أنا أكون فاهم، أكون فاهم النص كويس وإزاي أطبق هذا النص. فهذا ما حدث في وزارة الأوقاف في عهد الأستاذ دكتور محمد مختار الجمعة، تدريب الأئمة على تصحيح المفاهيم الخاطئة، وقس على ذلك في كل المفاهيم الموجودة وكل الحاجات اللي كانت مغلوطة وكل الحاجات اللي كانت تلقى وتبث يعني الليل النهار، وعانينا منها ظلم وعصور كثيرة جدا، لكن النهاردة أصبح في تدريب غير عادي. النهاردة الإمام بيدرس، احنا عملنا بروتوكول، وده كان ما كانش موجود نهائي خالص، أن تعمل بروتوكولات تدريبية مع جامعات مصر، عاملين بروتوكول مع 24 جامعة مصرية من شرقها إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها. ضربنا لحد دلوقتي يمكن أقمنا 96 دورة تدريبية للسادة الأئمة. النهاردة الأئمة حضرتك بتدرس، النهاردة الأئمة بتدرس علم النفس وعلم الاجتماع، بيدرس الإمام في التدريب علم النفس وعلم الاجتماع، بيدرس العلوم الإنسانية، بيدرس النهاردة الإمام في التدريب المهارات الإعلامية. ويمكن احنا في بروتوكول موجود مع الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، إزاي أنا كإمام اتعامل اعلاميا. ويمكن الدوره بيجوا هنا في مبنى مسبيرو، بيخش الاستوديو ازاي هو يتعامل مع الكاميرا، ازاي هو يعني يواكب الحدث ويتعامل مع الجمهور، ازاي هو يتلقى اسئله من الجمهور، ازاي هو يتعامل مع مثل هذه الحالات. دربنا الساده الائمه على السوشيال ميديا، السوشيال ميديا ازاي هو يتعامل مع الاعلام، ازاي هو يقول كلمه على الفيسبوك بتاعه او على تويتر او على مواقع التواصل اللي هو بيستخدمها، لان هو الفيسبوك بتاعه والتويتر بتاعه ده يعتبر المنبر بتاعه. ما ينفعش ان انا كامام اطلع على السوشيال ميديا اقول اي حاجه، لا ده منبرك. يبقى انا كراجل في الشارع لما هطلع على الفيسبوك بتاع الامام انا هاخد معلومه دينيه صحيحه.
السهولة بتاعة الخطاب ويسره، وإزاي أقدر أتعامل مع الفئات المختلفة، الفئات دي بقى على حسب هو في الريف في الحضر، طب التعليم عامل إزاي إلى آخره. الإمام يدخل إلى المسجد فبيتعامل مع الكل، بس هيختلف من الحضر إلى الريف وأنهي حتة في الريف. وغير كده هي فكرة، أنا جدي رحمة الله عليه، جدي أبو أمي أزهري بالجبة والقفطان، تمام. جدي مرة وهو راجع أول الشهر اتنشل، فدخل على جدتي البيت أول الشهر، فبتقول له المصروف يا أستاذ، كانت تقول له يا أستاذ، تمام. قال لها خدوا ابن الحلال، خدت بالك؟ قال لها إيه؟ خدوا ابن الحلال. ما قالها لهاش مثلا إيه ده الحرامي، ربنا مش عارف يعمل فيه إيه، ولا خلاص، قال لها خدوا ابن الحلال وقعد يضحك. أنا تصوري دايما عن الإمام والداعية والأزهري جدي، أنا عمري ما شفت جدي، جدي الله يرحمه يا رب توفى سنة 1968، أنا مواليد 75، أنا كل دي الحكاوي بتاعت والدتي وخلاني. السهولة واليسر في تعاملات الإمام مع المجتمع المحيط، مش بس جوه الجامع ومن فوق فوق المنبر. إحنا بنتعامل مع ده إزاي في الأئمة الشبان الجدد بتوعنا؟ تمام. يمكن احنا الان اصبح في وزارة الاوقاف مجموعة كبيرة جدا من الشباب في ربوع مصر كلها، في المساجد الكبرى وفي كل المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، في شباب بيتعاملوا ازاي. احنا عملنا دورة في فن التعامل مع الجمهور، حلو. زي ما عملنا دورة في فن الالقاء، يمكن مع بداية الخطبة المكتوبة كان في هجوم شرس جدا على الاوقاف، انتوا هتقيدوا الائمه، انتوا عايزين تقولوا حاجه معينه. ده الفن بقى، ان ازاي انا كامام زي ما حضرتك بتقول كده، انا في الريف ازاي انا اقول الخطبه بتاعه الاوقاف اتعامل بيها مع الجمهور، زي ما انا ابن المدينه وابن الحضر اتعامل بيها مع الجمهور. وانا في بحري ولا في ابلي، وانا في بحري ولا سواحل ولا في واحات وما الى ذلك. اي هو ده الفن بقى، ازاي انا اصيغ القالب بتاعها، مخاطبة الجمهور، مخاطبة الناس، مراعاة الثقافة والبعد، الأعداد والتقاليد والعرف اللي موجود في المكان. هو ده بيحصل فيه تدريب للسادة الأئمة، إزاي أنا أتعامل كده. أنا مع حضرتك، إحنا يعني ماشيين في خطى أن الإمام المسجد ما يبقاش داخل المسجد، إحنا مش عايزين الإمام داخل المسجد بيقيم الشعار وكده، لكن الإمام أصبح النهاردة منطلق. النهاردة الإمام، النهاردة الإمام لما بيروح يدي محاضرات، النهاردة امبارح كان في المجلس القومي للمرأة والعنف ضد المرأة وتنظيم الأسرة ومقتدات العصر، النهاردة الإمام لما بيروح الجامعة، النهاردة الإمام لما بيروح الشباب والرياضة والنوادي، الإمام النهاردة ممكن يروح يحضر يسمع ماتش زي كلنا بنسمع كأس العالم، بس من خلاله هو بيتعامل. إحنا بنكرس في الإمام، ويمكن دي مبادرة حق الوطن اللي أطلقتها الوزارة من 30/10/2022، اللي هو بناء الوعي المصري، بناء الوعي المصري الذي يبدأ من إحياء التقاليد والأعراف المصرية الخالدة، اللي هي كانت لحمة واحدة، لكن أصحاب الأغراض والمأجورين هم اللي حاولوا يفككوا هذا الأمر وفي حقبة معينة، لكن احنا عايزين نرجع للعادات والتقاليد الكويسة اللي كانت في الدولة المصرية، عايزين العرف بتاعنا اللي دايما وأبدا كان يجي شيخ المسجد في أي مكان بعيد عن المسجد في أي محفل وهو يقول له كلمتين بصوت كده سهلين، يبين لهم اليسر، يضحك، يبتسم، مش هبقى مكشر ولا ده حرام ده هتروح النار، مفيش الكلام ده. هو دين أصلا كده، يعني حضرتك شفت ان في دين بيقول لك التبسم عباده وقربه، يعني عشان يعني المجتمع المصري يحب الازاهره، يحب الزي الازهري، يثق في هذا او في صاحب الزي، علشان الزي ده معناه بس كده، ده من الازهر يبقى تمام. انا عايزه دايما بسوم، عايزه رجل جماهيري، رجل اجتماعي، كانه نازل الانتخابات بس هو مش نازل الانتخابات، عايزه كده. هل احنا بنشتغل على كده في وزارة الأوقاف؟ هو بالفعل النهاردة أصبح هذا الأمر موجود في وزارة الأوقاف. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، لما البرامج بتاع وزارة الأوقاف سمعت، يعني إيه سمعت؟ يعني كل الدول الإسلامية النهاردة لما بتشوف وزارة الأوقاف وشايفة الأئمة بتاع وزارة الأوقاف في الداخل والخارج، شايفة أئمة بتضحك ما بتكشرش، شايف إمام النهاردة ممكن يبقى بالزي والعمة وكاكولا، ممكن إمام يبقى لابس القميص والبنطلون، ممكن يبقى لابس البدلة،
ده مش حرام ولا حاجه خالص. لا حرام في ايه؟ هو كان زمان بقى الفكره انا جيت لازم تبقى لابس جلابيه وما لبستش الجلابيه دي تبقى مشكله كبيره، لو انت هتبقى بنطلون وقميص يبقى انت تبع الفرنجه يبقى انت يبقى حاجات. ما هو ما للاسف الشديد يعني مفاهيم كتير مغلوطه بثت، ولازم نعترف بكده ان هي بثت في الشعب المصري من ناس لا يفهمون اصلا يعني هو ايه الدين، والدين منهم براء. لكن النهارده الامام بتاعنا بيروح اي مكان النهارده، فاصبح الدول العالم الاسلامي النهارده بتنادي وبتدق الباب بتاع وزاره الاوقاف، بعد اذنكم احنا عايزين ولادنا يتدربوا عندكم. حلو الكلام ده. عايز اروح بعد اذن حضرتك للفاصل، وهنرجع بعد الفاصل يمكن انا عندي زحمه افكار، بس منها انه أنا محتاج أفهم وأعرف الناس أصل العقيدة، لو عرفوا أصل العقيدة كل حاجة اتحلت على طول. تمام. لأنها سهلة جداً. عايز أفهم الناس، مش عارف هتتفق معايا ولا لأ، هو الدين واحد مع اختلاف الشرائع، إحنا مش ثلاث أديان، إحنا دين بثلاث شرائع مثلا يعني. تمام. هي المفاهيم اللي من النوع ده، أو زي ما أنا كنت بحكي حتى قبل ما نبدأ الفقرة، ما هو رائج ما بين الناس في العالم الإسلامي إنه سيدنا عمر هو من أمر بحرق مكتبة الإسكندرية؟ ما حصلش. المكتبة دي اتحرقت قبل ميلاد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أصلا، في قصة سياسية يعني حدوتة تانية خالص. أنا عايز النوع ده من الحواديت بالطريقة الرائعة بتاعة الأئمة بتوعنا الأزهر بتاعنا توصل للناس، لأنه هو ده اللي هيفهمهم ايه هي هذه العقيده، ايه هو اصل هذا او اصل هذه الشريعه العظيمه. خلونا نروح للفاصل نفهم ونستزيد اكتر من دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف. استنونا، حقيقي هتستفيدوا، حقيقي هتتبسطوا. كل الترحيب بضيفنا العزيز الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. نبدأ الأول بإيه؟ بالعقيدة؟ تمام. إحنا بمناسبة العقيدة، إحنا من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف، إحنا تم إصدار كتاب في العقيدة سهل وبسيط. إحنا بنحكي في العقيدة السهلة والبسيطة اللي ما فيهاش أي عقد وما فيهاش أي تعقيدات، اللي بيقول لك ربنا واحد وربنا أرسل لنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة بتاعت حضرة النبي الواضحة اللي ما فيهاش أي غموض وما فيهاش أي مشكلة، وإحنا لازم نؤمن أن ربنا سبحانه وتعالى أرسل لنا الرسل عشان خاطر إحنا نعرفه المختصر الكافي. ده من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف في عقيدة صافية مصفاة، كتيب صغير كده لكن فيه يعني خلاصة وعصارة ما يحتاجه أي إنسان مسلم على وجه الأرض بدون أي تعقيدات وبدون أي مشاكل. هو مختصر شافي كافي في العقيدة الصافية. عايز أبدأ من العيال الصغيرة في المدارس خالص التدائي. خالص. إحنا لما العيال، إحنا بمناسبة العيال الصغيرة دي، إحنا مع بدء فتح المساجد والبرنامج التثقيفي موجود حاليا للأطفال في الصيف، عملنا البرنامج ده والحمد لله يعني كان في أكتر من يعني ما يقرب من 7000 مسجد على مستوى الجمهورية. مع دخول المدارس احنا قلنا عشان خاطر ضغط المدرسة نخليه يوم واحد في الأسبوع، لكن الأسبوع الماضي جاءتنا رسائل كثيرة جدا من أولياء الأمور، لا احنا محتاجين يومين في الأسبوع من الإمام بتاعنا الجميل ده عشان خاطر، لأنه هو بيعلم ولادنا إزاي. من الغرائب واللطائف اللي جات لنا ان كان في واحد ولي امر بيقول انا اول مره ابني كان دايما وابدا يجيب التاب او المحمول ويشوف اللعبه الفلانيه والحاجه الفلانيه، يجي البيت يقول يا بابا احنا خدنا النهارده مثلا حاجه عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رايح الغار، فانا بس عايزك تبحث لي كده هويتي طريق الهجره، هات لي طريق الهجره كده على جوجل اشوف مثلا حضرة النبي ماشي من مكه الى المدينه قد ايه عشان اقيس المسافه واشوف انه ازاي هو تعب عشان خاطرنا. عملوا مجسم في ايام الحج، مجسم للكعبه، وكانت الاولاد بتطوف حواليه. اول مره في تاريخ الاوقاف كلها يبقى في مسرح رائس للاطفال في المسجد، حاجه غير عاديه. حلو. وغير خياليه وغير لو اتعملت قبل كده كنا ممكن احنا نكفر، يقول لك ده تكفيرين دول عملوا في مسرح
عرائس للأطفال إن شاء الله يوم الخميس القادم ده في القاهرة. حلو ده. موجود جدا الأطفال النهاردة الإمام ده هيبقى فين؟ في احدى المساجد في القاهره. اقول لك عليه انا مش فاكر اسمه بصراحة. يعني على يوم الخميس موجود. يوم الخميس يبقى حتى يوم الخميس في القاهره واحنا هنقول موجود. احنا اسبوعيا موجود بناخد الاطفال نوديهم الامام والواعظات بيروح حديقه الحيوان بنعمل لهم معسكر تثقيفي في الاسكندريه. هو في امام بيعمل رحله؟ هو الامام بيروح رحلات كده يعني يروح يبقى حلو يروح وياخد الاطفال. يا سلام سلم. ده امام عصري بقى متطور جدا. ده إمام فاهم. ليه بقى؟ عشان بدأت الأوقاف في البداية هي ما نظرتش. أول حاجة لازم تأهيل الأئمة. المساجد مبنى ومعنى. أنا ما ينفعش أطور المسجد والبناية بتاعته الساجد قبل المساجد. أنا طور الإمام الأول إزاي يتعامل مع الجمهور، إزاي يتعامل مع الأطفال، إزاي النهاردة الأطفال النهاردة بتدخل المسجد بتطلع تجري على الإمام تقبل إيده لأن هو حد منه. مش أنه هو مثلا بنزوره ده حلال ده حرام هتخش النار. لا ما أصبحش كده. أصبحت المساجد النهاردة منارة تثقيفية. حضرتك النهاردة المساجد فيها يعني مجالس إقراء فيها مجالس إفتاء. الكلام اللي بقوله ده أئمة وعظات يعني أئمة والوعظات الاثنين مجالس إقراء مجالس إفتاء مجالس كبار القراء. عندنا مقرأة في سن الحسين يوم السبت إن شاء الله الساعة 10 الصبح. كبار قراء مصر اللي احنا كنا بنشوفهم في التلفزيون ونسمع عليهم الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني لا ده النهاردة أصبحوا كله مجتمع في مقرأة كبار القراء للجمهور العادي اللي عملها الأوقاف. عندنا النهاردة أكتر من يعني ما يقول من 3000 مقرأة للجمهور. الإمام بيجلس بعد العصر والناس بتقعد تسمع. عندنا بعد الفجر كبار القراء مشايخنا الأفاضل الدكتور نعينة والشيخ الطروطي والشيخ الخشت بعد صلاة الفجر بيصلي الفجر ويعمل مقرأة للناس العادية هناك في الحسين في الحسين وفي كل واحد جنب بيته بيعمل. سيدنا الحسين يوم السبت إن شاء الله بإذن الله بنعمل انتهالات جميلة جدا جميل. احنا بنجيب ناس في المسجد بتعمل انتهال عظيم جدا ورائع جدا روحانية جميلة تعملها في الإنسان. حضرتك لو تشوف المساجد وهي ممتلئة في الأسابيع الثقافية فوق الألف واحد بيبقوا موجودين في المسجد رايحين مستنيين العلم مستنيين الحاجات الجميلة اللي ما كانوش عارفين عن الإسلام بتاعنا الجميل. الإسلام بتاعنا دين جميل جدا جدا بس المشكلة يعني ما هو سيد راسي يجي يتكلم عن تجديد الخطاب الديني واحد يقول لك الناس انتوا هتجيبوا دين جديد انتوا عايزين تغيروا الدين. لا هو كده الموضوع ايه؟ مش حاجة اسمها حد بيغير الدين. ازاي احنا نفهم الدين بتاعنا لأنه دين جميل جدا. ازاي هقول لك حاجه بسيطه جدا. شوف يعني من عظمه الجمال وجمال احنا الخطبه اللي جايه على خط الجوار والزماله شوف حضره النبي صلى الله عليه وسلم ستنا السيده عائشه في طعام في اكل في هديه هتديها للجيران. عندها واحد يهودي واحد مسلم هتدي مين؟ ادت اليهودي. شوف حضره النبي الى اقربهما من كباب اليهودي. ما ينفعش احنا بنقول المثل بتاعنا الميه ما تعديش على عطشان. ده هو ده الدين بتاعنا. عشان كده احنا دايما وابدا هتلاقي الخطب بتاعتنا لا يعني ايه فيها العمليه الانسانيه. يعني احنا بنتكلم عن الدين والوطن والانسانيه معا. في الاول خالص كان يفصل لك الوطن غير الدين. انت هتتكلم في الوطن وحب الوطن يبقى انت راجل ما عندكش دين. طيب الامام بتاعي جزء من تدريبه وتاهيله المناقشة يعني احنا حوار. كلنا كنا مثلا بعد صلاة الجمعة ففي حاجة في بالي فهروح على طول على الإمام بتاع المسجد مولانا في كذا 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 إيه رأيك مش عارف أعمل إيه. وده جزء من طبيعة المصريين يذهبون إلى إمامهم في المكان اللي بيصلوا فيه سواء إذا كانت في صلاة جماعة أو في صلاة زي صلاة الجمعة. فبنسأل وممكن نتفق وممكن نختلف الإمام بتاعي جاهز دايما للأسئلة والمناقشة أفقه متسع للنقاش ولا يغلقه؟ الإمام أصلا هو تدرب في الدورات التدريبية مرحلة التلقين انتهت. مرحلة التلقين دي خلاص انتهت. أصبح في حاجة اسمها مرحلة حوارية. إزاي أنت تتعامل مع الجمهور؟ إزاي أهب أن يعني مثلا شفت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد قال يا رسول الله يعني إذا لي في الزنا قال أتأضاه ما قالوش أنت بتعمل إيه أنت عايز ما فيش الكلام ده. هكذا الإمام النهاردة. النهاردة الإمام بيتعامل مع الجمهور يحنوا عليه بياخدوا تحت وطوه كده ويقولوا تعالى أنت فيك إيه فهو يحكي له بكل صراحة. يعني إحنا كنا في أحد الأماكن أنا كنت موجود ومعايا بعض الزملاء
فاحنا بنسالهم انتم محتاجين ايه، فهو حس ان يعني احنا زي بعض، فهل هو يعني انتم زينا يعني، طب ايه اللي يختلف بيننا وبينكم؟ السيده الشفاء بنت عبد الله ليلى بنت عبد الله تناقشت مع سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه امير المؤمنين وهو خليفه وعلى مرأى ومسمع من الجميع في مسألة المهور، حتى عدل أمير المؤمنين عن قراره. ما دي حلاوة أن الدين فيه الرأي والرأي الآخر. هو إحنا ليه بنقول عندنا المذاهب الأربعة؟ هو مش عشان خاطر تعصب، عشان خاطر اليسر والسهولة. الحاجة دي تنفع النهاردة، لا دي ما تنفعش بكرة. مثلا يعني هب ان في احدى يعني موضوع الزي ده مثلا او اللباس اللي الانسان بيلبسه، اي حد يلبس لبس طالما انه يستر الجسد مفيش اي مشكله. لا يقيد الاسلام الانسان بزي معين. يعني مش عايز اقول لو حضرة النبي كان موجود بينا النهارده كان هيستخدم كل هذه الاساليب الحديثه ولا كانش هيستخدمها؟ طبعا عادي لأنها موجودة. بس المشكلة بقى الخلط بين ما هو من حكم العادة وما هو من حكم العبادة. هم خلوا العادة عبادة، يعني بمعنى لو أنت ما عملتش في ذهنهم هم اللي كانت في عهد حضرة النبي دي عادة، لو أنت ما عملتهاش يبقى أنت إيه هتروح النار. آثم يا أخوانا دي عادة، ده عرف، دي عادة. ما علشان كده اللي كنت بقوله في الأول، احنا عاوزين نوصل للناس اصل العقيده، فلو وصل اصل العقيده يبقى المساله ما بقتش بقى عادات، لان بقى نعمل عبادتنا لان احنا فاهمين. اطمئن واطمئن حضرتك واطمئن كل الجمهور، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وزاره الاوقاف النهارده عندها جمهور يعني ائمه اخذوا قسط كبير جدا من التدريب، يعني تنميه مهارات على مستوى عالي جدا في كل التخصصات وفي كل الفروع. اصبح النهارده الامام بيتعامل مع الكبير ومع الصغير، مع الرجل ومع المراه، يعني كل واحد على قده بيبقى عارف يتعامل مع ده ازاي وده مع ده، لانه خد تدريب ثقل مهارات. احنا يمكن عندنا دوره اكاديميه الاوقاف الدوليه دي فيها مكونات متخصصه جدا، يعني مش اي امام بيدخل فيها، لا لازم يبقى مستوى عالي، بيخش ياخد مكون شرعي، بيخش ياخد مكون انساني، بيخش ياخد لغات. احنا عندنا ائمه لغات، احنا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى الدول الان بالاسم، عايزين امام وزاره الاوقاف المصريه. الدول النهارده بالاسم، احنا محتاجين نيجي نتدرب عندكم. طب ايه اللغات؟ ده اخر سؤال هسأله هو، ايه اللغات اللي الائمه بتوعي بيتقنوها بطلاقه فتمكنني من ان انا ابعت الائمه والدعاء بتوعي مثلا لامريكا اللاتينيه اسباني، ابعت مش عارف فين في الحتت في بعض دول في افريقيا فرنساوي، دول تانية ما بين افريقيا او اسيا انجليزي. أنا احنا عندنا ائمه جاهزين. انا هقول حاجه بسيطه جدا بقى لها، نروح مثلا لاوروبا ولا امريكا ولا فرنسا، لان اوروبا وامريكا وفرنسا كلهم كانوا عندنا فين؟ في شرم الشيخ. حضرتك اكيد سمعت او الناس اللي حضرت هناك كل المصريين العظماء جم وقالوا احنا شفنا حاجه غريبه ما شفناهاش في مصر قبل كده. ايه؟ شفنا حاجه غريبه جدا في المساجد. انا اتخضيت. ايه؟ قلت يا رب استر. خير. قال لك احنا اول مره في مصر نشوف الخطيب بعد ما يتكلم الخطبه باللغه العربيه، نشوف الخطيب يتكلمها باللغة الإنجليزية، باللغة الفرنسية، باللغة الروسية. قالوا ما شفناش في حياتنا الكلام ده، شفناه في شرم الشيخ. الأئمة بتاعتنا، حلو، الأئمة بتاعت وزارة الأوقاف، أئمة وزارة الأوقاف، ما الناس كلها شافتها في شرم الشيخ. قبل ما أختم، ده مش هنخبيها، أنا مش هبقى محامي طرف آخر، ألا وهو إنه طيب يعني حضراتكم بعتوا شرم الشيخ هنقول مثلا 10 أئمة مؤهلين جدا ويتكلموا 3-4 لغات وكلام من ده، العدد بالبلدي كده العدد اللي في الليمون، عايز عدد أبقى عارف إن أنا عندي عدد لا بأس به أنشره في أمريكا اللاتينية، عدد لا بأس به أنشره في الدول التي تتحدث الفرنسية. احنا عندنا عدد ومش في الليمون. احنا لسه أكثر من الليمون بشوية. لسه ألمانيا بعت يعني من امبارح أن أنا عايز إمام يجيد اللغة الألمانية. فلان الفلاني، فلان الفلاني، القرار يطلع. أيوة كده. لأن القائمة موجودة. القائمة موجودة. إنجليزي، فرنساوي، ألماني، روسي، القائمة موجودة. الدولة اللي بتطلب تفضل فلان الفلاني موجود. حلو. ده موجود بالقائم. وكمان تنمية مهارات، يعني هو لغات بيحدث ليه تدريب نوع آخر.
اللغة، لأنه هو يعني التعامل في الخارج محتاج طبعًا برضو طبعًا تنمية مهارات عالية طبعًا، فبياخدها باللغة. بكلم مجتمع تاني ومجتمع تاني مختلف خالص. صحيح. وإزاي بقى أنا أتعامل معاه؟ ما هو في زي إحنا دايما بنقول أن في موضوعات ممكن نقولها أنا وحضرتك على الترابيزة، ممكن لا نقفل الباب ونقولها. صح. في موضوعات ما نقولهاش خالص. صح. هو بيتدرب على ايه اللي اتقال وايه اللي ما اتقالش، والمنطقه دي اتعامل فيها ازاي، والجمهور ده اتعامله ازاي. طمنت قلبي حبتين، مش 100%. ليه مش 100%؟ عشان لسه عندي حاجات كتير عايز اتكلم فيها حتى اطمئن. فانا الامر لله سبحانه وتعالى، فانا دايما هتلاقينا بنزعج حضرتك زي ما بنزعج حد من مكالمات التليفون. انا زعجك كتير بان احنا نطلبك تبقى ضيف كريم عزيز علينا. كل الساده المشاهدين ربنا يخليك واطمئن، طالما وزاره اوقاف موجوده بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل مع الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه، فاطمئنوا يعني انتم في باذن الله خير باذن الله دايما. اشكرك جدا 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 يا دكتور هشام، نورتنا وشرفتنا واسعدتنا بوجودك. كل الشكر لدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف. اكيد لسه الملف مفتوح، ولسه هنتكلم، ولسه هنسال، والتساؤلات هتفضل كتير. وبالمناسبه دي فضيله وليست نقيصه، اسال علشان تقدر تستزيد بالمعارف. خلصت الحلقه لحد كده، ثواني ويدخل حالا كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. احنا لو كلنا العمر باذن الله سبحانه وتعالى نكون موجودين معاكم بكره وبرنامجكم التاسعه. سلامات.